اليوم كنعرضوا لكم واحد المنتوج اللي هو محلي، يعني اللي هو تزاد وكبر هنا في المغرب، اللي هو هي هاد الفصيله اللي كتشوفوا فيها دابا، اللي الوزن ديالها كيتعدى طن و750 كيلوغرام، واللي العمر ديالو هو 60 شهر. هذا يعني شاركنا به جوج المرات، اللي خدا يعني اول جائزه وخدا اول تور، ولا يعني في من ناحيه الوزن ولا من ناحيه يعني لو روندمون، حيت هاد الفصيله كتزاد فيها تقريبا ما بين كيلو و900 حتى 2 كيلو في النهار في الوزن ديالها. فيما يخص يعني العلف ديالو اللي كنقولوا حنا معيش نقولوا الاكل، تقريبا كيتراوح ما بين 5 حتى 7 كيلو ديال الاعلاف المركبه، اللي هي من يعني من يعني مواد اللي هي جد تقليديه، الشعير، الذره، الفول، اي حاجه كتعطيها اللي كتناسب يعني الاعلاف ديال الابقار كنعطيوها له، ماشي شي حاجه اللي كياكلها. واخا غير كتشوف هاد زعما هاد القوه اللي عطاها الله وهذا الوزن اللي فيه، يعني التكلفه ديالو ماشي كبيره بزاف، وما كيعطيش زعما شي حاجه زعما اللي كنعطيوها ليه اللي هي غريبه ولا شي حاجه، بحالو كجميع الابقار وجميع القطع اللي كيتواجد عندنا هنا في المغرب. ما غاديش نبيعو، وهذا السؤال تطرح لي عده مرات غير باش وكما كنقول انا باقي في الوعد ديالي والكلمه ديالي. كل حيوان اللي هو شارك في المعرض الدولي ديال مدينه مكناس وحرج على جائزه كيبقى في الضياع حتى كيموت. الثمن يعني القيمه ديالو يعني يعني من بعد الذبيحه تقريبا كيقدر يمشي حتى ل 65000 درهم.